بص، هو فكرة ان شيكابالا بيلوح بهذا الامر، انا مختلف تماما مع ان هو يتكلم بالطريقة دي في الوقت ده. تمام، ممكن يكون تعرض لضغوط لازم نلتمس له العذر، اكيد. لكن انا بتكلم ان انت يعني اصبر، طالما انت الكلام ده حصل اصبر لغاية ما البطولة تخلص ماشي. وبعد كده اتكلم. هل الضغوط دي خارجية؟ انت في ضغوطات معينة، في حد عامل لوبي على الفرقة، ماشي اتكلم براحتك كقائد الفريق، بس البطولة تخلص صح، بعد كده اتكلم. مظبوط. وبصرف النظر بقى عن الماتش الاولاني انت كسبت، بس انت دي كانت نقطة البداية، ابني عليها بقى. انما انا حطيت الموضوع في اطار ان احنا جوانا او يعني عندنا حاجة او غصة في الحلق زي ما بيقولوا. طب استنى لغاية ما الموضوع يخلص عشان نقدر نتكلم عليها بعد كده. تمام. ده جزئية. الجزئية التانية، حضرتك قلت ان رمضان صبحي. رمضان صبح طيب اللي خرج قال التصريح ده احد وكلاء اللاعبين المحترمين صديقنا الدكتور سالم محمد سالم، وقال ان الزمالك بيفاوض رمضان صبحي. تمام. حصل يعني مناقشه بين بعض مسؤولي نادي الزمالك وميدو، يا كابتن ميدو شوف صاحبك بيقول ايه، يا كابتن ميدو حس صاحبك عني اللي هو مين يعني؟ اللي هو سالم محمد سالم، ازاي يقول كده واحنا بنخطط مش عايزين الصفقه حد يعرف عنها حاجه، لان كان في كلام اتقال في قناه نادي الزمالك ان مش في صفقه عايزين مهمه. حد يعرف عنها حاجة. فبالتالي فميدو قال لهم يا جماعه، طب ما هو زي ما هو صاحبي زي ما انت ليكوا علاقه بيه، ارفعوا سماعه التليفون وقولوا له انا مالي. في النهايه قولوا له، قولوا له في كلهم النهايه، بيقولوا قولوا له. زي قصه عبد الله السعيد، زي قصه رمضان صبحي، الزمالك طلب عبد الله السعيد، كان الرد واضح وصريح. ايه بقى؟ عبد الله السعيد من اصول نادي بيراميدز. طب احنا عايزين رمضان صبحي، كان الرد واضح وصريح، رمضان صبحي ليس للبيع ولن يخرج من بيراميدز الا على الاحتراف الاوروبي. نقطه ومن اول السطر. فبالتالي مفيش رمضان صبحي في الزمالك، وبالتالي زي ما قلنا لكن اليوم حصل مره. تواصل. طبعا حصل تواصل. حصل تواصل. عشان نشوف الدنيا في ايه. فكره ان انت تجيب حتى لو صفقه واحده وفيها ضم تفرق معنويا، طبعا. وبعد كده تبني عليها بقيه هي الفرقه. النقطة، هل المبالغ متوفرة لصفقة زي دي؟ هو الفكرة ان الزمالك يعني شبه توصل لتجميع مبلغ سبورتنج لشبونة، لكن حابوا ياخدوا جزء او خطوة، هنديكوا 850 الف دولار ونديكوا القسط الثاني بعد شوية، يعني على قسطين، بحيث ان سبورتنج لشبونة يوافق، فبالتالي يفتح باب القيد. طبعا. فالزمالك يبتدي جدول اموره، يدفع مستحقات اسوريو، يشوف صفقتين ثلاثة يعملهم يكون فيهم ضم كويس، يساعدوا الراجل وفقا لطلبات اسوريو، وبعد كده يعني يحلها ربنا بقى على شهر واحد، يكون الزمالك دخل له فلوس ثانيه، بحيث ان هو يمشي اموره والعجله تدور. وده فكر كويس، ما حضرش اقول لك عليه حاجه. لو يعني بيراميدز وافق على بيع رمضان، رمضان نفسه يوافق يروح الزمالك ولا ايه موقف اللاعب؟ ايه حتى عندك الان لا، معلومه؟ رمضان رافض تماما ان هو يلعب في مصر بعد ما رحل عن اهلي غير بيراميدز، عايز ينتقل للدوريات الاوروبيه، الاوروبيه. عنده عرضين من الدوري التركي لغايه دلوقتي، ده ما تم حسم الموقف.